أخونا يسأل عن جريد النخل ووضعه على المقام، هل في هذا شيء شيخ؟ طبعا قال به بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال يعذبان ويعذبان في كبير، بل هو كبير. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني جريدا يابسا وشقه، أو رطبا وشقه، وقال لعله يخف عنهما ما لم يبس. حسبوا أن هذه سنة. وش سنة؟ من وين تكون سنة؟ هذا مرتبط بغيب، أو تعلم أنت الغيب؟ من الذي يعلم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذابهما في القبر، فهل أنت تعلم أن الذي في القبر هذا يعذب بذات تضع عليه الحجر أو العود هذا؟ يبقى كأنك رجمت بالغيب أن رجل يعذب في قبره. المسألة على الغيب، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما صاحب حال من الأحوال. لكن قد قال جماهير المتأخرين أيضا في هذا الباب أنه ما دام وضع الجريد فعللوا أن التخفيف عن المقبور بالذكر، لأنه ما من شيء إلا يسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، لذلك قالوا يقرؤون القرآن لهم ويهبون الثواب، وكل ذلك لا دليل عليه. والمسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم.